أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة تانية ونبتدي نجهز للطبق الثالث. حيبقى طبق لمحبي الأسماك والروبيان. حنعمل يخني الروبيان بكريمة الزعفران. نشوف سوا هالوصفة. يخني الروبيان بكريمة الزعفران. كيلو روبيان، نص ملعقة صغيرة زعفران، كوب ماء، 3 ملعقة كبيرة زبدة، 2 حبة كبيرة بصل مفروم، 4 فص ثوم مهروس، حبة متوسطة فلفل أخضر حلو مفروم ناعم جدا، 2 حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم، نصف كوب عصير طماطم، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، نصف ملعقة صغيرة بابريكا، نصف ملعقة صغيرة بهارات سمك، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 ورق غار، كوب كريمة سائلة، ربع كوب عصير ليمون، وللتزيين بقدونس مفروم. أعزائي المشاهدين، اليخني اللي حنعمله هلأ من الوصفات السهلة سريعة لذيذة جدا جدا. حنستعمل فيه الروبيان، وبالنسبة للروبيان حسب حجم الروبيان الموجود عندكم، حبيته صغير كتير، حبيته وسط، حبيته جنبه، كله بيمشي الحال، فريش فروزن زي ما بتحبوا. أهم إشي يبقى الروبيان مقشر بالكامل. في بعض الأوقات بنخلي الديل، بس ساعات في ناس بحبوا يعني يأكلوا على طول، مش ضروري يستنوا عشان يشيلوا الديل، وخصوصا في المرق يعني، فممكن نلغي الديل أو حسب ما بترغبوا. الروبيان طبعا كميته على حسب المقدار اللي إحنا مجهزين المكونات. إحنا حاطين 1 كيلو، إذا حبيتوا تكتروا تقللوا حسب الأشخاص اللي حيتناولوا الطبق. احنا اليوم الروبيان حنعمله مع كريمة الزعفران، فطعم الزعفران حيبقى كتير ظاهر فيه، والزعفران أعزائي المشاهدين اللي هو بيبقى بالشكل هذا، طبعا من أغلى البهارات، هو طبعا من يستعمل كبهارات ويطلق عليه من مجموعة البهارات، ولكن هو أصلا من الزهور. فنخلي الزعفران على جنب. أنا عندي هون نقع زعفران بحوالي كوب من الماء، نص ملعقة صغيرة زعفران، بس بحطها على كوباية مي وخليها على جنب حوالي 10 دقائق عشان تستخلص منه طعم ولون الزعفران. المكونات الأخرى اللي حنحتاجها شوية بصل، فلفل، وشوية ثوم وطماطم. عندي هون بالنسبة للفلفل، خليني أعمل لكم تعليق بسيط. هذه فلفلة حلوة، بس أنا فرماها فرم ناعم كتير، ما بدنا إياها تبقى كتير يابسة، عشان كل هالمكونات هذه مفروض تدوب شوي. الفلفل عادة ما بدوب، بضله محتفظ بحجمه، فعشان هيك أنا حبيت أنعمه شوي قبل ما أضيفه لبقية المكونات. بالنسبة للطماطم مقشر وبرضه مفروم ناعم، حتلاقوه اختفى، بس يعني بضل شقفة صغيرة، بس مش لما تبقى بقشرتها يمكن تكون محتفظة بكيانها أكتر. عنا عصير طماطم وعنا كريمة سائلة، ونبتدي نجهز الوصفة. بالنسبة وإحنا بنشتغل حنتكلم عن البهارات اللي حنستعملها اليوم. الوصفة عنا شوي حتبقى مختلفة، فأرجوكم إنكم تتابعوها، لأنها وصفة كمان كتير سهلة، وأنا عارف إنها إن شاء الله تعجبكم. هحط زبدة، ممكن بدل الزبدة نحط زيت، بيمشي الحال، بس طعم الزبدة مع صلصة زعفران مع كريمة مع روبيان حسيتها كتير حتعطيني قوام لطيف جدا، أطيب من الزيت. حضيف البصل، حبتدي أشوح البصل مع الزبدة. طبعا ريحة الزبدة هيك يعني لما بتتشوح فيها القطمة بيبقى غير خالص عن الزيت، صراحة أقولكم إلها طعم مميز سبحان الله. ببتدي هلأ أجهز الثوم، بس خلي هيك الزبدة تأخذ أو البصل يأخذ لون ذهبي خفيف خالص، عشان هذا حيبقى أساس المرق عندي أو اليخني. بقلب هيك باستمرار، ونضيف الثوم المهروس، برضو أرجع أقلب مع البصل. هلأ لون البصل الذهبي هذا كتير لطيف، هذا اللي إحنا بدنا نوصل له. نبتدي نضيف الفلفل، خلوا بالكم هذه فلفلة، ما تفتكروا إنه قرن فلفل كتير هيك كبير فرمناه، لأنه دائما بنفرم إحنا الفلفل اللي بيحرق بهذا الشكل. هذه فلفلة حلوة
مش كله هذا شطة. أشوح برضو تشويحة هيك خفيفة. حضيف الطماطم نقلب برضو سوا كل هالخلطة مع بعضها. نعطيها بس هيك دقيقة، لا أنا بدي الطماطم برضو تتحمص مع الفلفل والبصل، فمعلش نطول بالنا عليهم شوي، بس دقيقة دقيقتين هيك يعطونا طعم طيب كتير. حبتلي أضيف في عصير الطماطم وحضيف في الزعفران المنقوع في المي. شو رأيكم بهالخلطة اللذيذة؟ هلأ حسيب هالخلطة هذه لحوالي 3-4 دقايق على النار لتأخذ لها غلوة. خليني أغطي هالصلصة ونرجع لها هيك كمان 3-4 دقايق نشوف. هلأ الصلصة بعد ما اتسبكت عندي شوي ببتدي هلأ أضيف البهارات اللي هو السمك، بهارات السمك مع البابريكا، الملح، الفلفل. خلينا نضيف هلا شوية رشة فلفل أسود، ريحتها كتير رائعة على فكرة مع الزعفران والطماطم، أخذت لون حتى كتير لطيف. احنا لغاية هلا ما أضفنا الروبيان، هنشوف هلا هضيف الكريمة. وشوية عصير ليمون. وهلأ أضيف الروبيان لأنه بدنا الروبيان ينطبخ في الصلصة هاي. خلوا بالكم في بعض الطرق إحنا لا بنشوح الروبيان أول، هاي الطريقة كتير مختلفة. كونت الصلصة الأول بعدين أضفت الروبيان بهالشكل. حسيبه هلأ يأخذ غلوة، مجرد ما يتغير لون الروبيان بيبقى عندي جاهز. ما تخلوه ينطبخ كتير عشان ما يشد معاكم. روبيان بياخد فقط بضع دقائق على النار، وحنشوف بعد هيك شكل اليخني. أعزائي المشاهدين، اليخني أصبح عندي جاهز. وخلينا نقول تعليق زي ما قبل شوي ذكرنا بالنسبة للروبيان، الروبيان حيضل لونه أبيض بهذا الشكل، طبعا حياخد اللون الزهري الخفيف، بس إحنا خليني أبعد بس عن البخار، إحنا ما شوحنا وما حمرنا في الأول زي بعض الوصفات، عشان هيك بيبقى لونه منسجم أكتر مع الصلصة. يعني الروبيان سبحان الله لما بيستوي بيبقى فيه لون على أورنج، ونفس الشيء الصلصة نفسها ماخذ اللون الأورنج من الزعفران. فأرجو أنه هالطبق يكون عجبكم، طبق كتير مميز وراقي جدا. ونبتدي نحطه في طبق التقديم. خلينا نتكلم على حكاية التجهيز المسبق، أنه هيك أطباق ما في مشكلة لو ست البيت حطتها بالتلاجة وتاني يوم أعدتوا تسخينها بتضلها زي الفل، ما بصير لها أبدا أي شيء. ونرجع نقول برضو ملاحظة بالنسبة للصوص، إذا أنتوا حابين الصوص أتقل أو أقل فيكم تتحكموا بنسبة الكريمة اللي بتضيفوها. حبتدي أحط في طبق التقديم. ريحة الزعفران مع الروبيان رائعة جدا جدا. وبضل عنا بس تزيين خفيف رشة بقدونس والطبق جاهز يتقدم مع الرز. سخنا الزبدة، أضفنا البصل وقلبنا لغاية ما أصبح لونه ذهبي فاتح، أضفنا الثوم والفلفل والطماطم، عصير الطماطم والزعفران، سبنا المرق يتسبك، أضفنا الكريمة والروبيان والبهارات وسبناه يتسبك وقدمنا.
يحني الروبيان بكريمة الزعفران، كيلو روبيان، نصف ملعقة صغيرة زعفران، كوب ماء، 3 ملعقة كبيرة زبدة، 2 حبة كبيرة بصل مفروم، 4 فص ثوم مهروس، حبة متوسطة فلفل أخضر حلو مفروم ناعم جدا، 2 حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم، نصف كوب عصير طماطم، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، نصف ملعقة صغيرة بابريكا، نصف ملعقة صغيرة بهارات سمك، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 ورق غار، كوب كريمة سائلة، ربع كوب عصير ليمون، وللتزيين بقدونس مفروم.